بس شغل لعيبه كمان يا كابتن طبعا، بس يعني برضه لازم تحسسني. أنا بس انت خلصت فرص. انا بس بص يا كابتن ايمن، انا مش بس يعني هعقب على المدير الفني في كل الحاجات. انا مدير فني، انا مهمتي كلها ان انا بعرف اوصلك ازاي انك تجيب جول، تمام؟ ان انا اجيب جول بقى ازاي دي بتاعت لعيب مش بتاعت مدير فني. بس احنا ممكن نعتب على مستر كولر ان انت مثلا في تغييراتك ليه سحبت شادي وحطيت شريف ليه؟ تمام، انت متاخر 1-0 تمام، دقيقه 66 دقيقه تغيرت في 66 اعتقد او 62 تمام، كان ممكن تستعين باثنين فراوده، مش لازم يكونوا اثنين على فكره مع بعض، ممكن يكون واحد وتحتيه واحد. بس في الكرات العرضيه اللي انت النهارده مميز بيها، ما هو انا برضو الجيم لازم اقراه كويس يا كابتن. الجيم اقراه كويس ازاي؟ انا النهارده بشتغل ازاي؟ ايه المميزات اللي عندي النهارده؟ مين اللعيب اللي فايق عندي النهارده في الملعب؟ علي معلول فايق النهارده، محمد هاني فايق النهارده، في كروسات كتيره جدا بتتعمل، كنا مفتقدينها ماتشات كتيره، بقالنا فتره مزيد. اشتغلنا عليها كويس جدا، اشتغلنا عليها كويس جدا جدا النهارده. صح. يعني لدرجه انك لو رجعت بالشوط الاول هتلاقي في 3-4 أو 5 كروسات كان ممكن يترجموا لاهداف، من ضمنهم واحده مثلا لسافيو، واحده واثنين لحسين الشحات. فالنهارده يا كابتن شريف انا معاك في الحته دي، ان كان طالما انا عندي النهارده الاثنين الوينجرز فايقين او الاثنين الباكين الطرف فايقين، ما اشتغل ازود في قلب الملعب بفرو الثاني بلال تاكيدا ليك، عندي الكثافه العدديه. انت لو انت راجل نص ملعب وجاي على الفراوده كويس، وعندك زي ما بلال بيقول احنا عندنا اثنين فراوده، واحد فرود والثاني تحتيه مثلا، مش لازم يبقى جنبه. بيحصل ايه يا بلال؟ لو الراجل ده جالي عشان يستلم والثاني مش الناحيه دي، انا يعمل كده يعمل كده، يبقى عندي ثغره انا بفتحها، يبقى الاثنين دول هم اللي عملوا الثغره، هم دول اللي وصلوه. عارف يا كابتن شريف هي الفكره في ايه؟ الفكره في ان الفرود عنده دايما حتى لو ما بيعرفش يلعب بنوع كويس قوي، بس عنده حاسه التحرك في ال 18، يقدر ياخد السنتر باك ويروح بيه، يتحرك بيه، عنده هدف معين، عنده هدف بيه مساحه. يا كابتن ايمن مش بالضروره انا اجيب جول على فكره بالظبط، انا ممكن انا كفرود اخلق مساحه للي جاي اللي بتاع نص ملعب او للي جنبي، لما يكون عندي اثنين غير لما يكون عندي واحد. خد بالك انا يعني النهارده مثلا ايه السنتر باكس بيستريحوا امتى؟ لما تكون بتلعب بفرد واحد وما بيلعبش بدماغه كويس، فتقول ايه؟ انا شلت جزء مهم جدا من العبء اللي عليا الكرات العرضيه تمام العاليه يعني تمام. انما في جزء ثاني مهم جدا هي الحاجات اللي ايه الثرو باسز اللي اتعملت، يعني واحده راحت لشادي حسين يعني اللي حطها وصدها الجول كيبر محمد بساف، في واحده بتاعت وفي واحده الشحات برجله وصدق. اوكي حلو، انت يعني انت عندك تنوع. طالما عندي تنوع يبقى لازم من المهمات المفترض تبقى مهمه جدا بالنسبه لي ان انا اشتغل على الكرات العرضيه، اترجمها مش اشتغل عليها. أيوة. يعني ما انا اوريدي، ما انا خلاص انا وصلت هاني ان هو يعمل النهارده كروسات، وصلت علي معلول النهارده يعمل كروسات، الترجمه بتاعت مين هيترجم الحته دي؟ مين هيترجم الكلام ده الاهداف؟ الكثافه العدديه بتاعت راسات الحربه، انا لازم في وقت من الاوقات وعملها قبل كده على فكره كولر، لعب باثنين راسين حربه في ماتش من الماتشات. ليه؟ لان كابتن خلاص انا ما عنديش منفذ. انا النهارده لما بكون كسبان ولما اكون خسران وعندي في اخر ثلث ساعه، طبيعه الخصم اللي قدامي هيلعب زي ما عمل سيراميك، هيقفل الملعب كده، هيحجم لك الحته اللي في القلب، هيقفلها لك ضبه ومفتاح زي ما بيقول. فبالتالي هتضطر انت غصب عنك تمام ككوره انك تلعب من اطراف الملعب، هو ده الجزء الفاضي اللي تقدر تصنع منه هجمه. ايوه، فلما اقدر اروح اصنع هجمه بالظبط، يبقى لازم طالما انا قدرت ان انا اصنع هجمه بالطريقه دي، يبقى لازم استغل الهجمات اللي انا بصنعها. مزبوط. يبقى لازم يبقى عندي اثنين فراوده. في بعض الاوقات ممكن تحط ثلاث فراوده، في بعض الاوقات ثلاث فراوده، وفي بعض الاوقات لو انا ما عنديش فراوده على دكه البدلاء ممكن اجيب سنتر باك احطه في الحته اللي قدام في بعض الاوقات يلعب يستغل الكرات العرضيه. ما انا هجيب جول ازاي؟ ده في حاجه ثانيه، هي دي الطريقه دي وان واي بس اللي هقدر اجيب منه جول. احنا في الشكل ده واللي احنا بنعلق عليه ده كله وده، انت لازم تغير طريقه لعبك. انت سهل جدا تلعب 3-5-2، 3-5-2 دي بتوفر لك عمق هجومي وعمق دفاعي عندك، وبتخليك متحكم في نص الملعب. يمكن شكل اللعيبه دي يليق عليها الشكل ده، يمكن الطريقه دي، يمكن انا بقول يعني وجهه نظري، يريح نص ملعبك كمان ويحمل كثافه عدديه وبناء هجمات، واطرافك هتشتغل والعمق الدفاعي بتاعك هيبقى قوي جدا. يعني عندك عمق هجومي وعمق دفاعي، وانت عندك 30 واحد يلعب في حته البلاي ميكر والديفندرز والحاجات دي. فلازم الشكل اللي احنا بنلعب 4-2-3-1 دي لحد دلوقتي مش يعني نوت افكتيف، يعني مش قويه جدا بالنسبه لنوعيه اللعيبه بتاعتنا.
يا كابتن بلال هتكمل؟ لا بص انت عارف النهارده ماتش تزعل عليه الحقيقه. ايوه تزعل عليه لانك انت كنت كويس، عملت يعني بالزبط. عملت كل حاجه في الكوره. الترجمه يا كابتن ايمن، الترجمه مهمه جدا جدا جدا. مع اللي بيفرق لعيب عن لعيب، اللي بيحط ده بسعر وده بسعر تاني، ترجمه الاهداف، ترجمه ازاي تسجل، ازاي ترجمه الفرص لاهداف، يعني ازاي انك تسجل اهداف، ازاي انك تستغل انصاف الفرص. يا جماعه الاهلي في ماتشات كتيره جدا ما ينفعش يعني يتاح له فرص حقيقيه، ده الوضع الطبيعي بتاع الفرق الكبيره، ده الوضع الطبيعي 100%. انا مش هينفع كل ماتش يبقى عندي فرصتين ثلاثه محققين، ده انا بيبقى عندي، احنا بنحسبها ازاي، بيبقى عندي انصاف فرص للتهديف. صح، انصاف فرص للتهديف، بتبان الكواليتي بتاعه اللعيب، بيبان التركيز بتاع اللعيب. تمام، ممكن اللعيبه تكون تحت ضغوط وده وضع طبيعي جدا، الماتش اللي فات بتتعادل وقبلها ماتش كسبان بصعوبه، الماتش اللي قبلها متعادل، ممكن اللعيبه تكون محطوطه تحت ضغط. بس انا ككواليتي لعيب بيلعب في النادي الاهلي، لا ما ينفعش انا اتحط تحت ضغط ده واستمر وانا احط نفسي كمان. بالعكس النهارده في جمهور، انت شايف الجمهور من اول المباراه لاخر ثانيه في لاخر ثانيه في الماتش، احسن حاجه. كابتن عادل، الجمهور من اول ثانيه لاخر ثانيه في الماتش، احسن حاجه، وانت متعادل خد بالك، وهو عمال يشجع فيك وهو بيأزر فيك وبيمد فيك، طبعا ده اخر ثانيه في الماتش. تمام، فانت النهارده ما ينفعش ان انت تحط انت بقى ضغوطات عليك انت كلعيب. انا النهارده انا شايف اللعيبه مضغوطه في الملعب، حاسس ان هم فوق يعني عندهم حمل كبير جدا. لا انت بتلعب في النادي الاهلي، يعني ايه بتلعب؟ يعني انت بتلعب على بطوله، يعني انت لازم يكون الشخصيه بتاعتك يعني شخصيه النادي الاهلي، الروح اللي موجوده عندك هي روح النادي الاهلي. تمام، احنا بندي مسج للعيبه، الدوري لسه في ملعب، الدوري ما راحش لسه بدري، وما زلت حتى لو الخصم كسب ما زلت انت برضه هتبقى متربع على قمه الدوري العام بالاهداف. ولكن لا، انا لازم اعمل ايقاف لنظيف النقاط بالروح القتاليه اللي عليها يا كابتن. تمام، بالاسبرت انت اعمل اللي انت اعمل اللي عليك. ايوه، حتى لو لا قدر خسرت الدوري العام، طالما بتعمل اللي عليك الناس هتحترمك، الناس هتقدرك. تمام، الناس هتسقف لك، الجمهور اللي بره الملعب ده لو بتعمل اللي عليك يعني هيطلع يسقف لك، هيقول لك معلش خلاص انت خلاص عملت اللي عليك، هتعمل ايه تاني؟ يعني انت بتعمل كل حاجه في الكوره، بدلك هتعمل ايه؟ خلاص هي كره القدم فيها كده، شفنا كده كتير. بس يعني هو طبعا مع احترامي لكلامك كابتن، هتبقى على قمه الجدول برضو مع الخصم، لان الخصم بيتفوق عليك بالهدف. ما اقصدش قصدي يعني بس على قمه الجدول، يعني نفس النقاط هتبقى نفس النقاط لو الخصم كسب. الموضوع مش موضوع مش موضوع بس هي مش ولسه كابتن، لسه بدري، لسه بدري جدا، انت لسه هتلعب الخصم، لسه هتلعب الخصم، لسه بدري كمان، احنا لسه في الاسبوع العاشر. صحيح، فانت وفي ماتشات صعبه ليك وماتشات صعبه ليك، لسه بدري على الدوري العام. لكن انا عايز اقول ايه، انت ما تزيلتش، ما بقتش رقم اثنين يعني بالنقاط، يعني اقصد بالنقاط، فانت ما زال عندك الامل، ما زال عندك لسه ان انت حتى قبل لو بقيت رقم اثنين، انت بتتكلم لسه في 24 مباراه، انت النادي الاهلي. طب ما انا بقول لك لسه بدري جدا، انا بقول لسه انا بقول حتى لو انت بتفكر ان انت رحت فين، لا انت ما رحتش حته بعيده، ده اللي انا عايز اقوله، ما رحتش في مكانه بعيده. لكن احيانا بيبقى الفرق يا كابتن بلال 6 نقط و8 نقط من اربع سنين تقريبا كان الفرق 11 نقطه.